لأنها عزة. شكرا لحضور وشكرا على حسن الإنصات والتدبر في هذا المسائل الجيوبة، لأننا لم نأتي بجديد، فالمعلومات التي أتينا بها كلها موجودة في شبكة الإنترنت وفي اليوتيوب، وبعضها تعرفنا منذ يعني زمن ليس بقريب. منش كتكون السيجارة؟ كاين اللي كيقول فيها أكثر من 50 مادة مسطنة، كيتيقول أكثر من 40 أخيرا، والإحصائيات كتختلف بعض المرات، ولكن فيها بزاف المواد اللي كتضر بالصحة واللي هي مسطنة. من بين هذه المواد هذه غادي نعطيو غادي ندخلو في التفاصيل ديال ثلاثة أو أربعة المادات فقط. كاين مواد اللي كتستعمل في الصبارة، كاين مواد اللي كتستعمل في داك إعدام ديال المجرمين اللي محكومين بالغرفة ديال الغاز اللي كانوا يستعملوا فيها في أمريكا، منه الأسيد السيانيدريك كان كيستعمل في شومرا غاز اللي كانوا كيحكموا على المجرمين بالقتل، كيديروا لنا شومرا غاز كيعطيو واحد الغاز باش يموتوا منهم. الأمونياك، التوليوين، النيكوتين كتشوفوها حتى هي 15000 امرأة سنويا كتصاب في المغرب سرطان الثدي، 15000 امرأة سنويا كتصاب سرطان الثدي، وإحصائيات رسمية ما كايناش. سرطان الثدي بعض المرات تيكون ساهل تيمكن لك تستحصل فيه السرطان، وبعض المرات تيكون ثانيا تيمكن لك تستحصل الثدي، وبعض المرات تيكون ثالثا تيأدي الوفاة بميتاستاز، تيمشي للجنس كله وتهز كلمة مشيتي كتدخين. سرطان عنق الرحم، القلب والشرايين، كاين حتى القلب والشرايين، المرض ديال القلب والشرايين كونترالمون العكس اللي كنعتقد ان السرطان اخطر، مرض القلب والشرايين اخطر من السرطان حسب الاحصائيات كلها وحسب الاراء ديال الناس اللي في الصين. المرض ديال القلب والشرايين هو اخطر من السرطان. العلاقه بين التدخين وانسداد الشرايين، تصلوا الشرايين وانسداد الشرايين واحد. العلاقه بين التدخين وانسداد الشرايين مازال قيد البحث. الى هذا الموضوع الذي هو ادرى به منا جميعا، لماذا؟ لانه يمارس التربيه البدنيه قولا وفعلا، لان التدخين والرياضه لا يلتقيان كذلك، فاخطار التدخين فهي غير خافيه على احد، سواء من الناحيه الصحيه، سواء من الناحيه النفسيه، سواء من الناحيه الاجتماعيه او الاقتصاديه. لذلك خير وسيله للعلاج هي الوقايه، والوقايه تبدا باختيار الرفقاء كما قال الاستاذ، اختيار الرفقاء. كذلك الاسره لها دورها، والمدرسه لها دورها، والشارع له دوره، وتبقى الاراده القويه هي الحاسم فيما يتعلق بذلك. لا ننسى ايضا يعني ديننا واخلاقنا وتقاليدنا التي تحثنا على كل ما هو جيد وكل ما هو مفيد لنا. اذا باسمكم جميعا نجدد الشكر للاستاذ، واشكركم ايضا على حضوركم وعلى اهتمامكم وعلى مشاركتكم، والى موضوع لاحقا ان شاء الله. السلام عليكم.